السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون واليوم عندي الهواوي بي 8. اليوم احنا بنسوي مراجعه وبراويكم شنو داخل العلبه او القوطي، واذا بغيتوا تشوفون الفرق بين البي 8 باللون الفضي واللون الرمادي واللون الذهبي احنا عندنا فيديو ثاني، واذا تبون تشوفون مراجعه او مقارنه بين البي 8 والبي 7 والبي 6 احنا عندنا فيديو ثالث. يلا خلينا نبتدي. اولا بتلاحظون ان احنا عندنا طبعا علبه جديده، او خلينا نقول من ناحيه التصميم او الديزاين جديد. لو انا اشيل هذه احطها على جنب، نشوف ان عندنا العلبه مصنوع من بلاستيك، ومن امام العلبه نشوف ان الغطاء شوي شفاف، ولو انا اشوف من على الجوانب كاتبين لنا هواوي ديزاين. ما ادري لو هذا يبين ولا ما يبين، بس ليش شبه لبورشة ديزاين، وصراحه هاي شيء جيد لان معناته انهم قاعدين يحاولون يعدلون او يغيرون في مستوى اجهزتهم، لان يبون يكونون ارقى من السابق. انزين، فخلوني بس انا اشيل هذه القطعه ونشوف ان عندنا الجهاز، فاقدر اسحب الجهاز واشيله من العلبه احطها على جنب ونشوف داخل العلبة. عندنا هذه البلاستيك باشيله وبحطه على جنب، وعندنا البلك، وعندنا السماعة، وعندنا المايكرو يو اس بي كيبل، ومني عندنا الدفاتر، وعندنا بطاقة يسمونها الهواوي في اي بي كارد. ولكن خلينا نتكلم اكثر عن الهواوي بي 8 لان انتم تنتظرون الجهاز. اولا خلينا نتكلم عن شنو التغييرات او بعض التغييرات مع البي 8. بتلاحظون ان من امام التليفون وهم شالوا اللوجو، مو مكتوب بي هواوي، ومع البي 6 ومع البي 7 كان عندهم اللوجو، بس هالمره هم شايلينه. ليش؟ لان التليفون شوي خلينا نقول ابسط واجمل بدون اي علامات من امام التليفون. من ناحية الشاشة، حجم الشاشة 5.2 إنش، ودقة الشاشة 424، يعني هذه 424 PPI. لو نقارن مع البي 7، البي 7 كان 5 إنش، معناتها هاي أكبر من البي 7. من ناحية حجم التلفون، طول التلفون 144.9 مليمتر، عرض التلفون 72.1 مليمتر، ونحف التلفون 6.4 مليمتر. هذه أنحف من البي 7، البي 7 كان 6.5 مليمتر. انزين، من امام التلفون نقدر نشوف من اعلى الشاشه عندنا الكاميرا الاماميه والسماعه والسنسورات. الكاميرا الاماميه معطينا 8 ميجا بكسل، ونقدر الحين نصور 1080p، هذه فول اتش دي فيديو. هذه تلفون او الكاميرا الجيده اذا تبي تصور سيلفيز، فهاي شيء مفيد. هاي اول شيء بقوله. الشيء الثاني بتشوفون ان من ناحيه الشاشه ان ما عندنا مساحه كبيره بين الشاشه والزوايا، وهذا شيء حلو صراحه. انا اعتقد ان هاي يزيد يعني في جمال الجهاز. ايش كنت بقول ايضا؟ اي تعال، نسيت، بغيت اقول لكم انهم معطينا بروتكتر او حاطين لنا البلاستيك من امام الشاشه، معناته اذا انتم من الاشخاص مثلي انا وانتم تحبون تحطون خلينا نقول بلاستيك او القزاز امام الشاشه عشان ما تشمخ الشاشه، لا تحاتون، لانه اوريدي معطينا البلاستيك يعني جاهز مركبينه لك. فشكرا هواوي، ما قصرتوا. هالاشياء البسيطه طبعا صراحه انا احب هالاشياء. على اليمين نشوف ان عندنا الازرار عشان نرفع ونقصر في الصوت، وعندنا زر عشان نشغل التليفون، ومن الاسفل نشوف ان عندنا مكانين عشان نركب. اولا شريحه، هاي شريحه النانو سيم، وفي المكان الثاني نقدر نركب ايضا نانو سيم ثاني او شريحه ثانيه، او نركب مايكرو اس دي كارد. فهاي شيء مفيد خاصه يعني اذا انتم تبون تركبون مثل خلينا نقول مايكرو اس دي كارد، او اذا انت سافرت وبغيت تركب خط ثاني، الحين تقدر تسوي مع الهواوي بي 8. من وراء التليفون نشوف انه عندنا الكاميرا الرئيسيه. الكاميرا الرئيسيه 13 ميجا بكسل، ومعطينا الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن او هذه تثبيت الصور للفيديو وللصور ايضا، وعندنا الترو تون او الدول فلاش علشان عندك اللي يسمونه الورم فلاش والكود فلاش علشان يعدل يعني في الوان الصور او الصوره. ايضا نشوف انه عندنا اللوجو. شنو الفرق مع البي 7؟
ما حطوا سماعة وراء الجهاز. تتذكرون أنا اشتكيت عن البي 7 أو عن معظم الأجهزة اللي هم حاطين السماعة من وراء تلفون. ليش؟ لأن لما أنت ماسك الجهاز أنت تسكر على السماعة. الحين حاطين السماعات من أسفل التلفون، وبتكلم عن أسفل التلفون بعد شوي. وطبعا نشوف انه معطينا هذه، هاي مصنوع من بلاستيك، صدق ان الجهاز مصنوع من ألومنيوم، ولكن هذا البلاستيك عشان يساعد في ارسال الجهاز. من اليسار نشوف ما عندنا اي ازرار. من اعلى التليفون احنا عندنا اللي يسمونه السكندري مايك مايكروفون او الميكروفون الثاني، وعندنا 3.5 ملم هيدفون جاك عشان نركب سماعه. من اسفل التليفون نشوف ان عندنا السماعه، وعندنا الميكروفون، وعندنا المايكرو يو اس بي عشان نقدر نشحن التلفون او نحول معلومات من التلفون الى الكمبيوتر او من الكمبيوتر الى التلفون. فهذه بس بعض الميزات. خلينا نتكلم عن المواصفات. من حجم الرام 3 جيجا بايت. من ناحيه البروسيسور او سرعه الجهاز عندنا ال 2.0 كواد كور وال 1.5 جيجا هرت كواد كور بروسيسور، من ناحيه سرعه الجهاز. طبعا هذه هم يستعملون نظام الاندرويد او 5.0 او 5.01 لولي بوب. من ناحية الميموري ما تقدر تشتري تلفون ب 16 جيجا أو 64 جيجا. عندي مشكلة بسيطة، يعني يمكن بعض الناس يمكن يقولها مو مشكلة كبيرة، بس أتكلم عن المشكلة بعد شوي. ومن ناحية حجم البطارية، حجم البطارية 2680 ملي أمب، مع البي 7 كانوا معطينا 2500 ملي أمب. الحين نقدر نشتري الجهاز في عدة ألوان، أو إذا بغيت تشتري الجهاز باللون الرمادي أو اللون اللي هاي يسمونه الميستيك شامبين. بس في رأيي هاي شكل التليفون فضي، أبي أسمع منكم إيش رأيكم، هل التليفون فضي ولا شنو؟ بس هذه التليفون الرمادي بس، ولكن الرمادي والفضي بس ب 16 جيجا فقط. إذا بغيت 64 جيجا تقدر تشتري اللون الذهبي أو اللون الأسود اللي يسمونه كاربون بلاك. فإذا بغيت مثلا اللون الرمادي ب 64 جيجا، للأسف ما عندك أي اختيار. ولكن إذا شريت ال 16 جيجا واللون الرمادي، لا تنسى تقدر تركب المايكرو اس دي كارد، صح؟ انزين، فشنو من أحسن الميزات في الهواوي بي 8؟ أنا ما أبي أطول عليكم، بس بغيت أقول لكم شيء مهم. من ناحية الكاميرا الرئيسية ما أعطينا اللي يسمونه DSLR Level Image Processor، معناته ها البروسيسور اللي موجود في الكاميرا على مستوى الكاميرات، يعني تعرف المحترفة أو المحترفين اللي يستعملونه اللي يسمونه DSLR. ليش هاي مهم؟ لأن أولاً نقدر نصور، طبعاً صور أحلى، ولكن نقدر نسوون اللونج إكسبوجر أو اللايت تريلز. إيش معناته؟ شفتوا بعض الصور لما الناس يصورون خلينا نقول الشارع أو الزحمة، وأنتوا تشوفون الخطوط من الليتات من وراء أو من أمام السيارات، طبعاً هاي يسمونه اللونج إكسبوجر. والحين تقدر تسوي نفس الحركة مع هذه الجهاز، وأنا برويكم بعض الصور عشان تفهمون قصدي. والشيء الثاني بغيت أتكلم عن الدايركتر مود. ليش هذه مهم؟ خلينا نقول أنت تحب تصور فيديوهات، خلينا نقول تبي تحط فيديوهات على اليوتيوب، وعندك أكثر من P8، وبغيت أنا أحط أول P8 على اليسار والP8 الثاني على اليمين، وأنا بغيت أستعمل هالتليفون من خلينا نقول أمام الصورة أو من أمام الممثل مثلاً. أنا أقدر الحين أتحكم في كل التلفونات، وأقدر أصور كل الفيديوهات في تلفون واحد، وهذه شيء يعني شيء خيالي، وشيء يعني عجيب، وايد عجيب. أبيكم بس تشوفون الخدمة، وإحنا برويكم يعني بعض الصور عشان أنتوا تفهمون قصدي أكثر. طبعا أنا تكلمت عن الدول سيم عشان نقدر نركب أكثر من شريحة. وعندنا بعد طبعا ميزة حلوة يسمونها النوك، والحين تقدرون تسوون كذي وتسوون سكرين شوت عشان تصورون الشاشة بسرعة. آخر شيء ليش أنا أحب البي 8؟ شوفوا، أنا أحب آي أو إس، أو أنا أحب شكل آي أو إس، هذه النظام من أبل. مع البي 8 ما أعطينا أندرويد، ولكن عندنا نفس النظام أو نفس السيستم أو الشكل، نفس الآي أو إس. وطبعا اذا انت مثلي وتحبيت الشكل بس بغيت اندرويد، يمكن هذه التلفون المفيد لك او المفضل لك.
فهذه بس الريفيو او مراجعه للهواوي بي 8. تبون تسمعون رايي دائما انتم تسالوني في اسفل الفيديو. الصراحه انا حبيت التليفون وايد، انا دائما اشوف ان هواوي يتحسنون سنويا، ومن ناحيه الجوده من ناحيه الكواليتي انا حبيت التليفون وايد. الصراحه انا خذيت لي واحد بعد ايضا لان انا حبيت استعمال البي 8. ابيكم تلعبون مع تليفون، اذا تبون تشترون الهواوي بي 8 تقدرون تزورون www.vodafone.qa او اي متجر من تاجر فودافون وحد بيساعدك. اذا عندكم اي سؤال ابيكم تسالوني في اسفل الفيديو، واذا انا طولت عليكم سامحوني بس انا دائما احاول ارد في اسرع وقت. وايضا بغيت اشكركم شكرا 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 يا الغاليين، لان دائما تدعموني تعطوني سبورت، وانتم بينتوا للعالم صراحه ان العرب طيبين، ويعني احنا نساعد بعض، احنا نبي نشجع بعض عشان نتحسن. فشكرا والله ما قصرتوا. اذا عندكم وقت ايضا انا اتمنى لو تقدرون تعطوني لايك في الفيديو، لان انتم تشجعوني وتروني انتم تحبون الفيديو اللي انا سويته ايضا. فيلا يا الغاليين شكرا، واذا عندكم اي سؤال انا حاضر لكم. مع السلامة.